اليوم الانطلاق الرسمي للمجموعه الجديده المنتجات نتاعنا، ونحن فرحانين جدا بوجودكم معنا بمشاركتكم معنا هذا الحدث. اليوم كما شفتوا قمنا باطلاق مجموعه كامله من المنتجات متكونه اساسا من اربع سمارت فون، اربع هواتف ذكيه اللي هما نوفا 11 برو، نوفا 11، نوفا 11 اي، نوفا ايغريك 91. معهم فما ثلاثة منتجات أخرين اللي هو منتج صوتي اللي هو الفريبات 5، السوار الإلكتروني البراسلي الإلكترونيك اللي هي الباند 8 أو الباند 8، ومعهم تابلت ميت باد 11. وهذا يؤكد وجود استراتيجية مهمة بالنسبة لنا نحن، ويؤكد قيمة استراتيجية. اليوم من خلال عملية الإطلاق هذه جسدنا استراتيجية تجارية جديدة قوم على العروض المجمعة، يعني نحاولوا أنه نشجعوا الحريف أنه يقتني أكثر من منتوج حتى تكون عنده تجربة كاملة لمنتجات هواوي، وهذا من خلال منح باقة من المنتجات في شكل باقة متكاملة فيها عروض خاصة، فيها تسهيلات، فيها تخفيضات، وفيها مجموعة من الهدايا. وإحنا متأكدين أن الاستراتيجية هذه بتعود بالنفع على الحريف التونسي. بالنسبة للتواريخ المهمة، بداية من غدوة نهار 6 جويلية 2023 وإلى غاية نهار 10 جويلية 2023 تبدأ مرحلة حجز المسبق لجميع المنتجات المذكورة في كل متاجر هواوي. إضافة لذلك قمنا بفتح عملية حجز المسبق في عدد من شركائنا المحلات الموجودين على كامل تراب الجمهورية، حتى نوفر الإمكانية للحريف متاعنا أن يقوم بعملية حجز المسبق للعروض المجمعة هذه، اللي توفر له إمكانية أن يكون عنده عديد التسهيلات وعديد الهدايا.